الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوان ربه الهادي إلى أقوم الطرق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني الحديث اليوم عن فضل الاستغفار، لكن بداية من الواجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض وكل مبتلى، فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل والصحة والعافية أستاذنا الفاضل الشيخ علاء السعداوي، وأستاذنا الفاضل الدكتور محمد القطناني، وأستاذنا الفاضل الكريم الدكتور علي مطاوع، وأستاذنا الفاضل الشيخ علي كامل وأسرته، والدعاء للأخ الكريم في الأوفيس في MCMC أخ فاروق شيخ، ووالدة الأخ عبد فودة وابنه. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء التام والصحة والعافية، والأخ أبو أنس أو أبو سيد نسأل الله لهم جميعا الشفاء الكامل التام والصحة والعافية، وأن يعفيهم ويعفو عنهم ويعفينا جميعا ويشفينا ويشفي كل مريض. اللهم آمين يا رب العالمين. الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، أي أن الله عز وجل يستر على العبد فلا يفضحه في الدنيا، ويستر عليه في الآخرة فلا يفضحه في عرصاتها، ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله وكرمه ورحمته وجوده سبحانه وتعالى. وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن الكريم، فتارة يأمر به كقوله سبحانه وتعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتارة يمدح أهل المستغفرين أهل الاستغفار، يمدح الله سبحانه وتعالى المستغفرين فيقول والمستغفرين بالأسحار، وتارة يذكر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفره كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح. وحكم الاستغفار كحكم الدعاء، إن شاء الله سبحانه وتعالى أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج هذا الدعاء وهذا الاستغفار من قلب منكسر بالذنوب، أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. وأفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه سبحانه وتعالى، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، يعني بداية الدعاء وطلب الاستغفار من الله يبدأ العبد المستغفر أو العبد الداعي أو الراجي لعفو ربه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يثني، يبدأ بعد ذلك بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل ربه بعد ذلك المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رواه الإمام البخاري. وقوله أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك
بفضلك ونعمك وجودك وكرمك علي، وأبوء بذنبي، أي أعترف وأقر بذنبي هذا الذي اقترفته. وفي حديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه الإمام مسلم. ومن أفضل الاستغفار أن يقول العبد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء غفر له وإن كان فر من الزحف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كانوا بيعدوا كم مرة استغفر للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: الله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رواه الترمذي وأبو داود والحاكم. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الاستغفار ودائم طلب التوبة من الله، مع أنه رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن؟ نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه. وفي مرات كان ابن عمر كما سبق كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه البخاري ومسلم. وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه: أهم الأسباب التي يغفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. رواه الترمذي. وقد تضمن هذا الحديث أسبابا كثيرة من أعظم أسباب المغفرة، أحدها الدعاء مع الرجاء. لأن في الحديث السابق هو: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. يبقى الدعاء ندعو الله ثم نرجوه، نرجو الله، نتذلل إليه، ننكسر ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا. نقر بذنوبنا. يعني هذا هو الرجاء،
الإقرار بالذنب والإلحاح بالدعاء على الله سبحانه وتعالى. الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به موعود عليه بالإجابة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه. ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة، يعني تدعو الله بقلبك المنكسر المتذلل لله سبحانه وتعالى بعد ذنب أذنبناه، نحس بأن هذا الذنب في حق ربنا سبحانه وتعالى سيبعدنا عن رضوان الله سبحانه وتعالى، ونرجوه كمال الرجاء أن يغفر لنا وأن يستجيب لنا. فحضور القلب ورجاء الإجابة من الله سبحانه وتعالى، فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرة من غير ربه، ويعلم علم اليقين أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك. لأننا إذا دعونا الله سبحانه وتعالى بقلب منكسر ورجوناه غفر، مهما كانت الذنوب كثيرة وعظيمة، الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى كثرة الذنوب والخطايا لا تتعاظم هذه الذنوب والخطايا على عفو الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى إذا شاء عفا وإن شاء عاقب. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو والعافية، وأن يوفقنا للتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، وأن نرجوه بقلب خاشع لله سبحانه وتعالى حتى ننال عفو الله ومغفرته. إن شاء الله يعني أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.